ليش ما تنزل في ذا هذا؟ يا زول شلون ضرب ضربه عادي يا زول ما انتهى؟ ها؟ ابي شنو يا زول؟ لا لا شو؟ هي دقيقة طفي طفي طلعت لي بحديد رتشنت شجاني الف جوكي ما في طريقه بشتغل لنا بلاي فوق الرتشه عندي راي رجلي ثلاثه ماشيه في شارع زي كفتيره الشاي ما بدي هزول اسكت ما تتكلم ساي ان شاء الله جور الشارع كله هوا وامشي البيت يلا بحرف الحق وما في زول قاسي ما معاي اطلع حق سجلتي بدري بدري امشي سطل اظبط الدماغ واطلع الدول مطبل افكاري تبقى حاجه تانية شطه بالليمون حر شديد كله فكره فيها في المضمون افكاري خطر جدا اسال منا والمامون الرتشه لسه صغيره والطريق كله عيون بصبية شايل دفتر قطرك وين ما تكون زبطت لها حجاب غطيتها ببالون احتمال يشوفه في الشارع ما مضمون بريف سيارتي انا بمزاجية بريف سيارتي بضربة في الشارع بريف سيارتي انا بمزاجية بريف سيارتي بضربة في الشارع قلبي مبصصة حسيرة ولفة لفة حاسب ما صدفة طارة وانت موزون في اللفة اخر كلام في الزكرة من الشباب انا طالع من الحفلة سايد بهدوء وحاسي اني ماشي بسرعة مجموعة افكار في الراس بدل خمس زهر زيادة جرعة بضحك على قصة شاب لقى بسرير وطمات خلعة ماشي على الخرطوم سألت قلت دي الكلات من الجلعة لحظة فتش على ولعة قربت افوز جوا الترعة تفيد رجعت بسرعة ابتسمت وقلت عادي الرادي صوته عالي انا رايح باكل تسالي انا ضايع والبنزين الامني غالي لقيت الطريق قطعت نزلت مشيت البيت كداري رحت الصباح طلعت لقيت عم محمد جاري بحب يتكلم في السياسة ما عاد نظام الدراسة قلت له سبق اللحظة الاثنين والثلاثة المفروض يكون اجازة وسلم التعليم المفروض فيه كله عتب الزيادة بعد